الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية إضافية في إطار المشروع القومي سكن لكل المصريين. مدبول يؤكد صدور تكليفات من الرئيس السيسي بتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لضبط العمران المصري. حمدوك يقول إن حذف اسم السودان من لائحة الإرهاب يسهم في إصلاح الاقتصاد. بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية إضافية في إطار المشروع القومي سكن لكل المصريين، امتدادا لسلسلة التجمعات السكنية أهالينا في منطقة محور الفريق عربي. كذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية، وذلك في إطار المشروع القومي سكن لكل المصريين، وامتداداً لسلسلة التجمعات السكنية أهالينا، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد اطلاع السيد الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، والتي ستمثل مركزاً متكاملاً وحديثاً لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة ومحطات تزويد الوقود ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع طريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة. وفي ذات السياق تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذلك طريق القاهرة السويس الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة. كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والنصب التذكاري، فضلا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذلك الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة. وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بضبط العمران المصري والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات.
ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها بالاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة في المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة في كل محافظة لرصد المتغيرات، وأن يتم التنسيق والربط مع المنظومة في المساحة العسكرية بهدف حوكمة العمران الرسمي وغير الرسمي. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وجرت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة، وتنافس في هذه الجولة 100 مرشح على 100 مقعد متبق من مقاعد برلمان 2020 في أيام الخامس والسادس والسابع من ديسمبر في الخارج والسابع والثامن من ديسمبر في الداخل. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن قرار إغلاق أي مدرسة بسبب جائحة كورونا ليس قرارا فرديا، مشددا على أن المدرسة ليس لها الحق في اتخاذ هذا القرار إلا بعد الرجوع إلى مديريتي التعليم والصحة. وقال شوقي إن عدد الحالات المصابة بكورونا في المدارس لا تستدعي إغلاق أي مدرسة، منوها بأنه سيتم إرسال خطاب شديد اللهجة إلى المدارس التي اتخذت مثل هذا القرار بشكل فردي، مضيفا أن المناهج سيتم استكمالها وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، ولن تكون هناك أبحاث مثل العام الماضي، وأن جميع الطلاب سيؤدون امتحانات منتصف العام في المدارس مهما كانت الظروف. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن المتغيرات التي يمر بها العالم حاليا تفرض على البرلمان العربي أن يواكبها وأن يتحمل مسؤولياته وأن ينهض بمخرجاته تجاهها في ظل أوضاع عربية وإقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر. أعلن العسومي خلال مؤتمر صحفي إطلاق مبادرة بعنوان ملتقى الحوار العربي تقام بشكل سنوي لبحث القضايا التي تهم المنطقة ضمن مجموعة من المبادرات التي يعتزم البرلمان تنفيذها في المرحلة القادمة. إطلاق البرلمان العربي لعدد من المبادرات التي سيدشنها خلال المرحلة المقبلة هو ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البرلمان العربي، وعلى رأسها إطلاق البرلمان العربي في جلسته الثانية دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثالث لمركز الدبلوماسية العربية لتغيير العديد من المفاهيم في الوطن العربي ومواكبة الدبلوماسية العربية، فضلا عن إطلاق ملتقى الحوار العربي الذي يقام بشكل سنوي. يجب أن يكون هناك خطة عمل مضادة له، فالخطة العمل إن شاء الله ستكون الدبلوماسية البرلمانية، لأنه يكون الصوت العربي صوت قوي وصوت مؤثر في المشاركات الدولية خاصة في المؤتمرات المهمة. كما تم الإعلان عن سبل دعم القضية الفلسطينية. عندنا هدف مهم، أو سنطلق مشاركة شعبية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، فاللاجئين الفلسطينيين عانوا الكثير خاصة أن التقلبات السياسية أول ما تأتي عليهم، فمن واجبنا القومي العربي الديني الإسلامي أن ندعم اللاجئين الفلسطينيين. كما تشمل المبادرات التعاون مع منظمات العمل الأهلي العربية. عندنا خطة إن شاء الله متكاملة طموحة، نتمنى من رب العالمين يوفقنا في تنفيذها أو تنفيذ الشق الأكبر منها، وهي خطة إن شاء الله بتكون لصالح دعم الأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك. وفي سؤال خاص نتحول الآن لمتابعة مؤتمر صحفي للرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم. نحن عارفين تماما أنه عندهم قضية عادلة، مفروض الدولة توفر لهم الإمكانيات يعني محترمة في مسألة التدريب إلى آخره، وفي حوارنا معهم قدرنا نوفر 2500 وظيفة، وشغالين معهم في حوار أكثر بأننا نعالج هذا الملف بما يعني يضمن أنهم يقدروا يكسل في موضوع الكارير بتاعهم بطريقة يعني تخليهم يرجعوا للعمل ويتفك هذا الاضراب. دار كلام كثير جدا في الايام اللي فاتت عن مجلس الشركاء الفتره الانتقاليه،
أنا أفتكر عدد كبير منكم بيكون عنده سؤال في هذا المجال. هذا المجلس جاء نتيجة للممارسة العملية والتجربة العملية بتاعت السنة وشوية في التعامل ما بين شركاء الفترة الانتقالية. بكل تأكيد في هذه الفترة حصلت تحديات كثيرة مطبات كان العلاج لها بيتم خارج الإطار الرسمي طريق غير رسمي وازية. مرة عملنا لجنة المصفوفة، مرة لجنة الأزمة، ومرات لجان أصغر. هذه التجربة هي اللي ولدت الحديث حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتم تجاسه في المادة 80 في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي. هذا المجلس احنا فهمنا له انه ذو طبيعة استشارية تنسيقية يساعد في حلحلة ما يجد من قضايا، وافتكر النقاش حوله ما زال مستمر، وأنا متأكد تماما بنقدر نصل فيه لما يساعدنا في خلق مجلس يلبي الاحتياج ده. أيضا ما ممكن يعني في هذه المقدمة ما نذكر زيارة أديس أبابا بالأمس، واللي أثارت كلام كثير جدا إنه رئيس الوزراء جراجع ومش عارف إيه، والسيد أبي أحمد في ناس وصلوا لكلام إنه طردنا من المطار والقصة فشلات وكده. أنا أقول لكم حاجة، يبدو لي لو كان عندنا يعني إمكانية تكابشر واحدة من الحاجات الجميلة في هذه الزيارة، إنه أبي أحمد جانا في المطار ومع كل الإجراءات بتاعة الاستقبال بتاعة القرقل الشرف والحياة دي كان سايق العربية بنفسه. يعني مشينا من المطار لحد مكتبه، هو واز السواق يعني كنت قاعد جنبه، وضع برنامج طويل جدا جزء منه خاص بالقضايا المفروض نناقشها وجزء منه اجتماعي، غدا وين وعشاء وين وكده الى اخره. في المطار انا قلت له يا اخي الجانب الاجتماعي ده بيجي وقته، انتوا عندكم تحديات ونحن عندنا تحديات، لكن احنا جايين هنا عشان نناقش القضايا الملحه المواجهنا، وجينا هنا رد للجميل. لما حصلت تحديات عندنا والكرايسيس عندنا في السودان انتوا جيتوا تو اور ريسكيو، جيتوا انقذتونا، نحن جايين لكم حسي نرد هذا الجميل. واللي بيحصل عندكم في اثيوبيا بنتاثر به نحن، واللي بيحصل عندنا بيتاثروا به انتوا. بالروح دي خلينا نمشي المكتب طوالي ونقعد مع وفدينا نناقش القضايا المهمة اللي نحن جينا لها. وده اللي حصل، اجتمعنا مع الوفدين، ده قعدنا أنا وهو طبيعي طبعا اللقاء الخاص، توصلنا لمعالجة ثلاثة قضايا رئيسية. اتفقنا إننا نعقد قمة طارئة لدول الإيجاد، حتنعقد الأسبوع القادم يوم الأحد في جيبوتي مغر دولة مغر الإيجاد. أنا تحدثت مع كل رؤساء الدول في المنطقة في الإيجاد وكلهم أكدوا حضورهم. القيادة الأثيوبية حتدي تنوير لقيادة الإقليم حول ما حصل، وأنا أفتكر لو في أي تقدير للدبلوماسية السودانية ده بريك ثرو. العالم ده كله فشل في أننا نقدر نصل لحتة زي دي. دي المسألة الأولى. الحاجة الثانية، أنتم متابعين طبعا ما يدور في ملف صدى النهضة. هذا الملف تعسر ونحن جمدنا وجودنا في التفاوض، اتناقشنا فيه بوضوح، ده ساهم في انه نبدا بعمليه تسهل عوده السودان للتفاوض. واليوم وصل وزير الري الاثيوبي وحسوا في اجتماعات مع ناسنا هنا. الملف الثالث والاخير واللي يمكن يكون من اكثرهم حساسيه، موضوع الحدود، علاقات بيننا وبين اثيوبيا تكلمنا فيها بوضوح، وانه نحن كجيران بتربطنا علاقات الأخوة والثقافة والتاريخ، وما بيننا يكفي تماما لأننا نعالج قضايانا بالحكمة وال يعني نتحاور حولها. طوال اتفقنا إنه نفعل لجنة الحدود المشتركة، واتفقنا إن هذه اللجنة تعقد اجتماع هنا في الخرطوم يوم الثلاثاء القادم مش بكرة البعض. فدي نتائج الزيارة مع أبي. لما انتهينا من ده كله قلت له يا اخي بعد تدينا خاطرك نحن جينا اصلا عشان نناقش ده،
قضايا اننا نقعد ونتعشى وين ونمشي اعتبار ونمشي كذا بيجي وقتها مثل حصل. فيعني هي صح فتره كانت قصيره لكن بكل تاكيد قدرنا نعالج فيها ملفات من التعقيد بمكان في فتره قصيره جدا، وده مهم. انا دار اختم بانه عندنا تمر علينا هذه الايام الذكرى الثانيه لثوره ديسمبر المجيده مرة أخرى، تحية وتجلى للشهداء. هذه الذكرى متابعين طبعا أنتم في كلام عن مواكب ذكرى 19 ديسمبر، احنا حقيقة دايرين هذه المواكب لأنها بتتم في ظرف بالغ التعقيد من ناحية بتاعت بالذات الوضع الصحي. احنا بنأسس لديمقراطية لوضع يتيح حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، وده شيء إيجابي وبيدفع بهذه التجربة بطورها. لكن شعبنا اللي حيطلع في هذه المظاهرات دايرين انه يلتزم بإجراءات السلامة الصحية، تباعد إلى آخره إلى آخره، وبسلمية هذه الثورة العظيمة اللي أدهشت العالم. أنا أقف هنا فيصل وبعد ذاك نسمع للصحفيين. شكرا جزيلا ومرحبا بكم. نحن حندي مجموعه من الجولات للاسئله يعني، فناخذ حوالي 5 اسئله ويجيب عليها السيد رئيس الوزراء ثم ناخذ اسئله اخرى. ارجو انه الناس يلتزموا بين السؤال. جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك تحدث فيها عن الملف الخاص برفع اسم بلادي من لائحه الارهاب وكيف سيسهم ذلك في اصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات ايجاد فرص عمل، وتحدث طبعا عن الظروف الصعبه التي مرت بها السودان. والملف الاخر هو زيارته بالامس الى اديس ابابا، لقاء برئيس الوزراء ابي احمد حول ملفين هامين. الملف الاول هو ملف الحدود، وان هناك لجنه مشتركه من البلدين ستعقد اجتماعاتها في الخرطوم لبحث مساله ترسيم الحدود بين البلدين. الملف الآخر هو المتعلق بسد النهضة وضرورة استئناف المشاورات الإيجابية في هذا الإطار، تعليقا على رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب وأيضا ما جاء في المؤتمر الصحفي. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية. أستاذ محمد، نبدأ بالتعليق على رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، يعني ما هي تبعات هذه الخطوة وكيف ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رفع اسم السودان هو انتصار حقيقي للثورة السودانية والديمقراطية السودانية، وطبعا بالطبيعية ستسهم في رفع الاقتصاد السوداني داخليا وتحرير السلع السودانية من الالتزام بمسار معين، وهو المسار الاسعار اللي كانت الدول الاوروبيه تاخذ بها او دول التي تتعامل تجاريا مع السودان بتاخذها باسعار، لان المنتج السوداني لم يكن محررا في تداوله او يعني تمريره دوليا في كافه المسارات الاقتصاديه. فبالتالي الاقتصاد السوداني سيكون حرا، والتداول للمقدرات السودانيه وللمنتجات السودانيه سيكون حرا، وبالتالي الاستثمار الاجنبي سيبدا ان يدخل السودان مره اخرى بطريقه شرعيه، غير ان كان يقتصر الاستثمار الاجنبي في السودان لدول معينه لم تكن تلتزم بالعقوبات على السودان. نعم. طيب، الملف الآخر الذي تحدث عنه حمدوك هو زيارته إلى أديس أبابا، وتحدث عن ملفي سد النهضة وترسيم الحدود، هل يمكن تقييم هذه الزيارة على أنها إيجابية؟ الحقيقة طبعا الزيارة اللي قام بها حمدوك كانت معلنة أن هي ستستمر لمدة يومين، ولكن كانت يعني ما الذي حدث ليقطع زيارته وأن يتشاور لمدة ساعتين ويعود، ولكن في الواقع كانت هناك يعني منذ شهور عدة مشاكل على الحدود السودانية الأثيوبية، فبالتالي كانت تلزم وجود حوار حقيقي
لحلحلة المشاكل الحدودية ما بين أثيوبيا وما بين السودان، وكذلك اللاجئين الأثيوبيين يعني بيترفقوا بشكل غير طبيعي على السودان في آخر الأحداث الأخيرة ما بين الحكومة المركزية الأثيوبية وما بين إقليم تيغراي. فكانت تلزم محادثات حقيقية ما بين رأسي الدولة أو رأس الحكومة السودانية ورأس الحكومة الأثيوبية. أعتقد إذا وصلت الحوار إلى الشيء من الجدية، أعتقد أن المشاكل الحدودية لابد أن تقف عند حدها، لأن طبعا أثيوبيا يعني في الشهور الماضية اللي فاتت نلاحظ يعني تعديات كثيرة جدا على الحدود السودانية. طيب ماذا عن ملف سد النهضة أستاذ محمد؟ ملف سد النهضة كان يعني تم تجميده من قبل السودان، أو بالمعنى صح وقف الحوار لعدم جدية أثيوبيا في مناقشة ملف سد النهضة بشكل حقيقي. ومصر طبعا كانت بتمضي قدما على ان هي تصل الى حل حقيقي، يعني كما نعلم ان مصر يعني لا تيأس من الحوار السياسي على امل ان اثيوبيا تكون جاده في حوارها مع اشقائها سواء في السودان او مصر. واعتقد ان يعني العلاقات السودانيه الاثيوبيه من الممكن أن تؤثر في إعادة المفاوضات إلى مسارها الحقيقي، وكذلك الأحداث الأخيرة التي مرت بها أثيوبيا من الممكن أن تعيد المسار المفاوضات إلى طريقها الصحيح. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية. أدت حكومة الكويت الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد 8 أيام من استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي السبت الماضي. وأعلن مركز التواصل الحكومي تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة، والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع، وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية. وتم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المحادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان كانت مثمرة في إطار تقدم العلاقات المتميزة بين البلدين. أكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك أن روسيا تتعاون مع الإمارات في مكافحة فيروس كورونا واختبار اللقاح سبوتنيك 5 الروسي. كما أكد تناول المباحثات للعديد من القضايا منها إطلاق حوار سياسي بالشراكة مع الإمارات ومصر، مشيرا لأنه ناقش مع وزير خارجية الإمارات تشكيل جبهة لمواجهة الإرهاب. أكد أيضا أن روسيا تصر على ضرورة تسوية القضية الليبية بالليبيين ودول الجوار، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بإعادة ليبيا إلى سابق عهدها وإخراج المقاتلين منها. أكد أيضا وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده فخورة بالعلاقات الثنائية التي تربط الإمارات وروسيا، وأنهم بدأوا المرحلة الثالثة من اختبار لقاح سبوتنيك الروسي. أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستعقد اجتماعا في جنيف اليوم وغدا مع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين والتي تضم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. أوضحت البعثة في بيانها أن الاجتماع سيضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت إن هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر استمرارية في مرحلة عصيبة على الاقتصاد الليبي.
ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار، كيف يمكن أن يعول ممثلو المؤسسات المالية الليبية على اجتماع اليوم وغدا في جنيف للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يصلح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد؟ هو معلوم أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالوضع المالي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بتصرفات المصرف المركزي الليبي وعملية توزيع الثروة النفطية على الليبيين. كل هذه الأمور كانت موجودة في مخرجات مؤتمر برلين، في إعلان القاهرة، في كثير من اللقاءات حتى ما بين الليبيين، أنه لابد من إصلاح الوضع المالي، لا يمكن أن تستمر الأمور كما كانت عليه في السابق. نعلم أن المصرف المركزي لم يجتمع كمجلس إدارة منذ مدة طويلة، وكل هذا تسبب في إشكالية داخل المصرف المركزي، تعدد لقيمة الدولار وكثير من التفاصيل التي تعرقل عمل الشركات والمحاسبة والشفافية وكثير من الأمور. لهذا أنا أعتقد أن الرئاسات الثلاثة للملف الاقتصادي الليبي، وهي الرئاسة الأمريكية والأوروبية والمصرية بالإضافة إلى الشركاء الآخرين، تحاول بقدر الإمكان أن تلزم الأطراف الليبية بالتدقيق المالي وبالشفافية وبالكشف عن الإيرادات والمصروفات. يعني كان هناك اتهامات، معلوم أن هذه الاتهامات كانت تتحدث عن تسرب كثير من الأموال إلى جماعات يعني غير قانونية وغيرها. لهذا أنا أعتقد أن مثل هذه الاجتماعات تحاول بقدر الإمكان أن تضع قطار المصرف الليبي والأموال الليبية على الطريق الصحيح. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. بدأت المملكة المتحدة عملية توزيع لقاح كوفيد 19 في المملكة، حيث يتم تحميل الشاحنات الخاصة باللقاحات في عدة مواقع بجميع أنحاء البلاد، ذلك قبل تسليمها إلى دور الرعاية ومراكز العمليات الجراحية. تأتي هذه العملية في إطار المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الشامل في بريطانيا، والذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا الشهر، يتضمن إعطاء 800 ألف جرعة. منحت السلطات في المملكة المتحدة، والتي أبلغت عن أكثر من 64 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19، إذنا طارئا للقاح فايزر بايونتك في وقت سابق هذا الشهر، ما يجعلها أول دولة توافق على استخدامه على نطاق واسع. وقد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم أن أول دفعة من لقاح فايزر بيونتك لمواجهة كورونا كوفيد 19 وصلت إلى كندا. وقال ترودو في تغريدة على تويتر إن الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألفا ستذهب إلى 14 موقعا في البلاد، وستكون الأولوية لتلقي اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة من بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية. تصبح كندا بذلك والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأين في التطعيم باللقاح. أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارا من غد الثلاثاء في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، مع تصديها لأسوأ تفشي لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، متجاوزة الذروة السابقة التي شهدتها البلاد في فبراير. تشهد كوريا الجنوبية واليابان ارتفاعا كبيرا في حالة الإصابة بالفيروس، ما أثر سلبا على شعبية زعيميها. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي يقوم بتصنيع مخدر الآيس متخذا من الجيزة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، كما نجحت في ضبط تشكيل آخر في أسوان للإتجار بالمخدرات.
تتلقى العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب وترويج وتصنيع المواد المخدرة ضربات أمنية موجعة تسهم في التصدي لتلك الظاهرة والوقاية من أخطارها وآثارها السلبية على الوطن والمواطن. واستمرارا لتلك الضربات التي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع قطاعات والأمن العام وأمن القاهرة وبمشاركة قطاعي الأمن المركزي وأمن الجيزة، استهدفت عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصصوا في تصنيع مخدر الآيس متخذين من فيلا بنطاق دائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي. وتوزعت أدوار عناصر التشكيل ما بين تجهيز المواد الكيميائية والخامات اللازمة لتصنيع مخدر الآيس الخام وإعداده للتصنيع وصولا إلى تخزين المخدر عقب الانتهاء من تصنيعه وترويجه على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية. ونجحت الإدارة في ضبط كميات من السلائف والكيماويات الطبية المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس والأواني والأدوات المستخدمة في التصنيع داخل المقر المعد كمصنع لتصنيع المخدر. مجموعات العمل المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وأمن القاهرة وأمن الجيزة تمكنت من ضبط عدد من عناصر التشكيل بأماكن متفرقة واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة وخامات التصنيع لتصنيع مخدر الآيس، كما تم ضبط 5 كيلوغرامات من هذا المخدر، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب13 مليون جنيه. ويعد مخدر الآيس من أخطر أنواع المخدرات التخليقية، فهو يدمر الجهاز العصبي للإنسان ويصيبه بالتوتر والقلق الشديدين وينتهي بمتعاطيه إلى الوفاة أو الانتحار. ومن الجيزة إلى أقصى الجنوب في أسوان، تواصلت جهود الإدارة وضرباتها الأمنية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة، حيث تطالهم يد الأمن أينما كانوا، ونجحت في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، فضلاً عن إعداد وتجهيز مكبس يدوي لإعادة تدويره وخلطه بهدف مضاعفة كمياته وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والبانجو وأدوات التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب1.5 مليون جنيه. وتأتي تلك النجاحات والضربات التي توجهها وزارة الداخلية لجرائم الاتجار وتصنيع وتهريب المواد المخدرة في إطار المجابهة الشاملة لمشكلة المخدرات على كافة محاورها، لما لها من خطورة بالغة تلقي بظلالها الوخيمة على المجتمع واقتصاده. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وفي نشرتنا بعد أخبار الاقتصاد، كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي يبدي تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا مع اقتراب موعد خروجها من التكتل. وإلى محمد سليمان، وهذه المتابعة لأهم أخبار الاقتصاد. محمد، إليك. شكرا لك دينا، أهلا بكم. أخبار اقتصادية في بانوراما 8 وأبرز ما فيها: المجموعة الوزارية الاقتصادية تستعرض الأداء المالي من يوليو حتى أكتوبر من العام الحالي. أهلا بكم. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الملفات المهمة، منها استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي الحالي 2020-2021، وأهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وكلف رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية وتدوين ملاحظاتهم عليه، وذلك تمهيدا لمناقشتها وإعلان البرنامج خلال الفترة المقبلة. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام المالي 2020،
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط نتائج الجهود التي تحققت في مؤشرات التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى أن مصر احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، وذلك مقارنة بعام 2019 حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، وأوضح المركز أن وزارة المالية شددت على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصا على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. انطلقت في القاهرة فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، والذي يعقد تحت عنوان حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية برعاية رئيس الوزراء، ويتضمن المؤتمر مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة. حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية لم يكن عنوان مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة هذا العام مجرد مناقشات، وإنما بعث برسائل عدة من أهمها حجز قطاع البترول المصري مكانة دولية متميزة من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة. قدرنا أن احنا نوفر كل المنتجات اللي بيحتاجها المواطن سواء في أنبوبة البوتاجاز أو البنزين أو السولار، قدرنا أن احنا نوصل بالإنتاج بتاعنا المحلي من الغاز الطبيعي بعد ما كنا بنستورد في فترات سابقة بأكثر من 2.5 مليار دولار في السنة، وصلنا في 2018 للإنتاج المحلي بالاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، وبدأنا أيضا نستأنف التصدير. وأثناء فعاليات المؤتمر أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إضافة 28 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرة التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين. والعالم يفنم كله بيتحول النهاردة لاستخدام السيارات الكهربائية بصورة كبيرة جدا. هذه الطاقة اللي تشحن السيارات دي وتشغلها بطريقة نظيفة جدا بطاقة متجددة وبأسعار رائعة، واحنا على فكرة حطينا تعريفة تقريبا لشحن السيارات عشان تبقى جاذبة للناس تغير، لان حضرتك عارف التيار الكهربائية بتبقى اعلى شوية في التكلفة في الاول من الدين. وناقش المؤتمر خلال جلساته الموسعة محاور متنوعة من بينها فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة. كشف حساب لما تم في العام الماضي ورؤية مستقبلية للعام المقبل، في وجهد كبير جدا بيبذل في اللجان التحضيرية المشاركة من مؤسسة الأهرام ووزارتي البترول والكهرباء. تم الاتفاق على تنفيذ 14 مركز تحكم على 3 مراحل. احنا حاليا في المرحلة الأولى اللي هي بتمثل 4 مراكز تحكم في شمال القاهرة وجنوب القاهرة بتكلفة حوالي 4.6 مليار يورو، دي بداية التعاون في شبكات التوزيع. كما نجح قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية ومواجهة كافة التحديات، خاصة التحديات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا. إنجازات وتحديات وفرص استثمارية كشف عنها مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة هذا العام، ليصيغ رؤية شاملة قد تساعد في استكمال مسيرة البناء والتنمية لا سيما في قطاع الطاقة الواعد. أسمع حسن أنيل. وأخيرا، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بينما اتجه المستثمرون الأجانب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 654.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي إيجيكس 30 بنحو 40%، كما صعد مؤشر إيجيكس 70 بنسبة 88%. انتهت أخبارنا الاقتصادية واستكمال بانوراما مع زميلة دينا إبراهيم. تفضلي دينا. أشكرك محمد.
قال مصدر لبناني رسمي اليوم إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. أثارت الاتهامات التي واجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك حزب الله ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. يأتي هذا فيما أكد دياب أنه يشعر براحة الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في 4 أغسطس وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت. استقال دياب بعد الانفجار لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال. تمكن الجيش الصومالي من تصفية 4 قيادات من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية بمحافظة جوبا الوسطى جنوب الصومال. تهدف العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الخاصة إلى تقويض قدرات ميليشيات الشباب وحماية المدنيين والأبرياء. في 10 ديسمبر الجاري دمر قصف مشترك للجيش الصومالي وقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا مصنعا للمتفجرات تابعا لميليشيات الشباب المتطرفة في ذات المنطقة. أشار كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بانييه اليوم إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد البريكسيت، لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة وخصوصا حول الصيد. جاء تعليق بانييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، فيما قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس مواصلتها لكن بدون تحديد مهلة أخرى غير تلك التي تنتهي في 1 يناير موعد حصول الانفصال بالشكل النهائي. ونتابع في هذه النشرة بعد أخبار الرياضة. روسيا تطلق بنجاح صاروخها من الجيل الجديد أنغارا كأول صاروخ تطوره منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. نتحول الآن لمتابعة أخبار الرياضة مع زميلي محمد جديدة. أشكرك محمد. أطلقت روسيا اليوم صاروخها من الجيل الجديد أنغارا بنجاح، وهو أول صاروخ تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي بعد 6 سنوات تقريبا من تجربة سابقة. يعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز أنغارا سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن منذ ذلك الحين حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي لاستبدال صواريخ بروتون المتقدمة والتي تعود تقنيتها إلى 60ات القرن الماضي. عناوين الأخبار في ختام النشرة. الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية إضافية في إطار المشروع القومي سكن لكل المصريين. مدبولي يؤكد صدور تكليفات من الرئيس السيسي بتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لضبط العمران المصري. حمدوك يقول إن حذف اسم السودان من لائحة الإرهاب يسهم في إصلاح اقتصاد البلاد. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.